يسأل عن حكم الرقية الجماعية بحيث يقرأ الراقي على مجموعة من المصابين بوقت واحد. لا أصل لهذا ولا يجوز هذا، هذا من الابتداع في الرقية، وهم يعملون هذا طمعا في المال ليرقوا جماعة كثيرة حتى يعطوهم أموالا كثيرة، هذا خلاف آداب الرقية. الرقية من الراقي إلى المريض مباشرة، ولا يرقي جماعة بقراءة واحدة، يقف بالباب أو أيضا يتوسع فيرقيهم بالإذاعة أو بمكبر الصوت أو ما أشبه ذلك، هذا من أجل الطمع في أخذ مال كثير، وأيضا هو مخالف للرقية الشرعية. نعم.